ونبقى معكم في هذه الصور التي تأتينا من داخل قطاع غزة. بين كل دقيقة يضرب القطاع، يستهدف بضربات صاروخية إسرائيلية. نستمع للصوت الطبيعي. القصف الإسرائيلي على الشدة، عنوان اليوم بغزة تحت النار والحصار. هذه هي الصور والمشاهد بين حين فينة وأخرى. نستمع إلى انفجارات قوية تهز الأحياء والمدن في قطاع غزة. تتركز هذه الضربات الصاروخية على جنوب غزة وأيضا في وسط غزة، تحديدا حي الرمال. قبل دقائق من الآن كان الصحفي من غزة قال لنا بأن هناك عملية ممنهجة لاستهداف حي الرمال بالكامل، لتدمير هذا الحي بالكامل بكافة مبانيه والمباني الحيوية والمراكز الحيوية داخل هذا الحي. طبعا هذه الصور التي ننقلها لكم والمشاهد من غزة الآن مباشرة. غزة هذا المساء ما زالت تتعرض لأعنف الضربات الصاروخية الإسرائيلية في ظل انقطاع كامل للكهرباء وانقطاع أيضا للإنترنت، فيما فقط سماء المدينة يضاء بفعل الضربات الصاروخية وبفعل الانفجارات وأيضا النيران التي تلتهم الأبنية بعد الضربات الصاروخية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.